لكن مشاهدين يمكن الفترة الأخيرة وخاصة السنة اللي مرت من كثرة الأبس اللي طلعت صار الواحد ما يدخل مطعم إلا بأوفر وما يشتري غرض إلا وعليه خصم وما يسافر إلا وعلى الإقامة عرض، لدرجة أنه في كثير ناس صاروا ممكن تقول مهووسين شوي بالموضوع وصاروا عايشين بزمن الكوبونز وتطبيقات العروض. ومن هذول الناس معنا اليوم أنتوني رياشي. أهلا وسهلا فيك أنتوني. شو موضوع الكوبونز؟ وأنا ترى أسوأ وحدة في هذه الأشياء، بيساعدك ولا لا؟ أكيد الكوبونز وهذه الأبس كلهم موجودين، لويالتي بروجرامز بيساعدوا كتير صراحة، يعني يسيف لوت عادة المصاري، بتعطيك أوفرز كتير، محلات ما بتكون بتعرفي فيهم بيصيروا يبينوا على الأبس. متى بدأت تهتم في هذه الأشياء؟ شي 4 سنين تقريباً. أوكي. من حكم شغلي لأنه أنا بسافر كتير وهيك بلشت أول شي مع لويالتي بروجرامز الطيران والأوتيل، ومن ضمنهم بلشت تصير أكتر صوب المطاعم وصوب هذه القصص البقى. طب حسيت الموضوع يعني بس توفير ولا في خدمات ثانيه؟ لا في خدمات كثير. زي ايش؟ يعني مثلا مثل ما قلت لك انه مثلا بيست على اللوكيشن بتصير تعرفي شو في حواليك مطاعم قصص هيك انترستينج حسب الذوق، شو بتحبي اكل، شو بتحبي امبيونس، شو بتحبي اكسبيرينس، هو كلهم يعني اتس هذا بارت كثير مهم يعني بعتقد بالموضوع. انت عندك عائله؟ عندك اطفال ولا لا؟ اوكي فينفع للشباب يعني؟ اكيد اكيد. أوكي. بالعكس بعتقد الشباب اكثر، لانه اغلب صحباتي يعني بيستخدموا هذه الكوبونز للي عندهم اولاد اطفال، فانت بتقول لي لا. اوكي لا انا كانه ماني ما عندي اولاد وهيك لا كمان بتفيد كثير يعني خصوصي بقصص السفر يعني اكثر شيء، لانه يسيف اكثر على الاوتيلات، يسيف اكثر على تيكت الطياره بحسب كمان مرات هي شغله كثير مهمه انه استاجري سياره. اوكي عندك مثلا على اب بوينتس اما شيء فيك تستعمليهم لغير قصص مثل كار بوكينج مثل قصص. اوكي والمطاعم كمان اتوقع عليها كوبونز يعني صح؟ مظبوط. في كثير. فايش مثلا هو بس تخفيض يكون ولا كيف يشتغل الموضوع؟ في عده قصص يعني في تخفيض، في مثلا ليتس سي يو باي مثلا 1 ديش اما شيء بتعطيك واحد ببلاش كمان، يعني اشتري شاورما يجيك شاورما ثانيه مثلا حاجه زي كذا. اوكي درينكس كمان يعني بتشربي سوري بتاكلي بيطلع لك درينك معه ببلاش. اوكي يعني عاده اكثر شيء سيفنج من انه شيء ثاني يعني. اوكي موجود. عندك حيوانات اليفه؟ ممكن تشتري حيوان اليف بعدين يجيك حيوان. يا ريت. عندي حيوان بس اليف بس بلبنان. اوكي مش هون بس يا ريت يعني. ايش الحيوان؟ انا دوبي جايبه كلب والله مجنني. لا بعقده احلى شيء. ها احلى شيء. انت ايش عندك؟ يوركشاير تيريه. اوكي هيك صغير بيجي. انا عندي جولدن ريتريفر كمان، ويعني كانت تجربه الله لا يريك اول ما جبته كيف جنني. طيب بس انا على العموم ترى بكره عم حضرت لك مفاجاه، حنتكلم في البرنامج على هذا الموضوع. طيب لو ان عرض عليك تطبيق جديد حتستخدمه طول الوقت ولا هل تفضل تطبيقات مختلفه؟ لا اذا كان في يعني حسنيات وادفانتجز كثير اكيد يعني دائما في قصص جديده، وهذا الحلو بهالماركت كله انه بيضل عم يجوا قصص جديده وقصص. لازم تكون ابديتد صح؟ ايه اكيد. أوكي. يعني احسن تكوني ابديتد لانه بتفيد اكثر تعرفي شو بدك قصص وهيك يعني شو بيتقدم لك قصص. احنا اليوم حنقدم لك شيء جديد لكل اللي يحب التوفير اكيد. عندنا ابلكيشنز، عندنا اب جديد حيغير حياتكم وكل النقاط. خلينا نشوف هذا الكليب سوا وبعدين نتكلم عنه. يلا. معنا الأستاذ مأمون حمدان مدير عام ويجو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا فيك أستاذ مأمون. طبعا مأمون إحنا نعرف الويجو عادة سفر، بس ليه دخلتوا موضوع الشوبينج أو أحكينا عن هذه كمان الإضافة؟ الحقيقة الموضوع ابتدى في خلال فترة الكوفيد 19 والإغلاق اللي حصل في لأنه الناس بطلت تسافر. بالضبط. إحنا الحمد لله وجودنا كبير في المنطقة، قاعدتنا كبيرة، عندنا يعني حوالي 24 مليون مستخدم بيستخدموا ويجو عادة للتخطيط وحجز السفر والفنادق والطيران وما إلى ذلك.
حاولنا نكون دائما قراب منهم مثل ما نحن بنكون عاده، عرفنا ما في سفر، عرفنا انه نحن قاعدين في بيوتنا مو رايحين ولا مكان، وشفنا انه في تسارع بالطلب كبير على موضوع الاي كوميرس بشكل عام، يعني بدأنا نشوف الناس عم تشتري تعمل اونلاين شوبينج بشكل متزايد. فبدأنا خلال فتره الاغلاق حطينا اضفنا بعض الكاتيجوريز او ضمن التطبيق بوقتها، وجمعنا فيها عروض وما إلى ذلك بين مختلف البراندز الموجودة في السوق، وشفنا التراكشن كثير عالية، شفنا الناس بدأت فوراً خصوصاً في السعودية في الإمارات في الكويت بدأوا فوراً يشوفوا هذه العروض، فقلنا طيب معناها إذا خلينا نوسع الموضوع أكثر شوي ونبني علاقة ما بين السفر وما بين التسوق الأونلاين. نحن نعرف أن هذا المستخدم نفسه هو عنده كريدت كارد ومتعود يحجز إلكترونياً، عنده سمارت فون وعنده ثقة فيكم، هذا أهم شيء، وعنده الثقة فينا. فجبنا فكرة اللي هي عملية الكاش باك، أو فعلياً أنه نحن نعطي جائزة لكل عملية تسوق بتتم عبر الإنترنت بغض النظر عن اي شركه انت بتتعاملي معها او اي موقع او اي تطبيق. اوكي، وبدانا نعمل علاقات تجاريه مع كل الاي كوميرس الموجودين في المنطقه الفعالين، وربطناهم وسميناهم تحت مسمى شوب كاش. الفكره باختصار انه من خلال شوب كاش ممكن تدخلي لاي متجر موجود وتتسوقي منه، واحنا بحكم الاتفاقيه معهم بناخد عمولة على هذا الموضوع. ممتاز. طبعا فإحنا حناخد هذه العمولة أو قسم الأكبر من هذه العمولة ونرجعها ونحطها في والد، نحطها في محفظة ضمن الشوب كاش للمستخدم لحتى يقدر يستخدمها. هذه الفكره اللي بتقوم عليها. احنا مأمون عندنا الويجو اب، اذا تحب تورينا تفاصيل اكثر، خاصه يمكن الناس اللي عندهم لويالتي كاردز مع براندز معينه كيف يقدروا كمان يدخل موضوع على الكاش شوب كاش. هلا الشوب كاش موضوع بسيط جدا، البروفايل موجود على الويجو نفسه، حيكون موجود انا او لو مستخدم جديد بده ينزله من الاب ستور او من الجوجل بلاي. أوكي. نفس الموضوع بيقوم بتحميله وبيبحث عن كل العروض الموجودة هون بغض النظر عن هذا، فلنختار واحد فليكن أي واحد فيهم. أوكي. أنتوني يتعلم لأنه شكله هذا حيكون الأب حقك الجديد. ها شايف، لكن في ما أعرف إذا الإنترنت شغال، يمكن ما أنه شغال الإنترنت حاليا هون، بس بكل الأحوال دخلنا خلينا نفترض المتجر الفلاني. أوكي. تمت عملية التسوق، تم عملية الشراء، مجرد ما تمت عملية الشراء احنا بناخذ مبلغ العمول اللي احنا بناخذه وبنحطه في الوالت اللي هنا، يعني هنا مثلا ام بي سي سايس، ام بي سي خير عرب، هلا اليوم عندكم صفر درهم، لو اكملنا عملية شراء كان حتكون هلا موجودة ضمن الايرند او ضمن المبلغ اللي انت استحقيتيه المكتسب. ايه المكتسب. وبيبدا يجمع. وكيف نقدر نستخدمها بعد ما بالضبط تجمع؟ هلا الاستخدام لهذا الموضوع فيه له طريقين، يا اما بتاخذي هذا المبلغ وبتقومي بشراء تذكره طيران او حجز فندق على ويجو، او بتشيلي قسم من المبلغ. اوكي. او بتطلبيهم كاش واحنا بنحولهم لحسابك. خليني اشوف، انا احب هذه عدل الابلكيشنز والاشياء. وزي ما انت قلت كل شيء صار اونلاين، بس ايش تحس انه يميزها اكثر من الابس المختلفه؟ قبل ما انا العب هنا شويتين. هلا هي الفكره، يعني الفكرتين الاساسيين، اول شيء انه انت مثل ما بيقولوا فري ماني، يعني هذه فلوس انت بطبيعه الحال كنت مستعده تصرفيها لتشتري منتج معين انت مقتنعه فيه تماما، لو عندك لويالتي بروجرام او عندك برنامج ولاء في الشركه انت تشتري منها، هذا ما دخلنا فيه، هذا محافظ عليه، واللي حد انت حتحصلي قسم من مبلغ انت كنت حتدفعيه كامل حيرجع لك كجائزه. اوكي. هي فكره الجيميفيكيشن مثل ما بسموها، او فكره الفري موني، زي حد لو ناسي فلوس في محفظته في التراوزر في البنطلون ما انه لابسه من زمان وفجاه مد ايده ولقاهم، يعني هي فكره اللي انت فعليا عم تحصلي فلوس على شيء انت بالوضع الطبيعي ما كان المفروض انك تحصلي فلوس عليه. أيه. التوفير هذا ما كان المفروض انه يكون موجود. كل الموضوع عبارة عن جائزة لمجرد أنك أنت قمت باستخدام هذا التطبيق وتسوقتي عن طريق الإنترنت لا أكثر ولا أقل. أنت اللي تحس أنه أنت عندك أي سؤال في الموضوع، خاصة أنه تستخدم هذا الأبس كثير؟ أكيد. أول شيء بدي أقول شغلة أنه it's amazing على قصة فيك تستعمل الكاش باك على تيكت طيران، أنا كثير بتحس عليه. أوكي ممتاز. So this is amazing، يعني كل شيء بتعمل شوبينج بيطلع لي كاش باك. It's really good I think. بس سؤال، حددت انه على الشوبينج هلا على اذا حجزنا اوتيل اما اشترينا تيكت بيطلع كاش باك كمان؟ لو حجزت او هذا حتلاخذ كاش باك. هلا الموضوع بس بالشوبينج، هلا الشوبينج هي الشريحه الاوسع بتجي للاي كوميرس، لكن
حتى تطبيقات الفيديو، حتى شاهد مثلا موجود عندنا، اشتراكك على شاهد حيطلع لك عليه كاش باك. اوه يا سلام، خلص احنا نديك شاهد هم يدوك ويجو وخلص نظبط الموضوع. فينا نجربها شوي. يلا تفضل. هيك اوكي. نعم. ثانك يو. اوكي. طيب شكرا لك مأمون، يعطيك الف عافيه على كل هذه المعلومات. انتوني سفره سعيده ومطعم سعيد وكل شيء سعيد ان شاء الله، وما وصيكم عليه طول كذا اشياء سبيشل لانه يستاهل صراحه.